الساعه 6 بالتوقيت المصري. رئيس السيسي النهارده استقبل اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبيه ببطوله الالعاب الافريقيه. مجازر اسرائيل تتواصل ضد الشعب الفلسطيني. طلاب الثانويه العامه اطمنوا وافرحوا، نتائج مبشره في تصحيح الامتحانات. الشركة المتحدة خصصت شاطئ بالمجان لأهالي وزوار العالمين الجديدة. الحبس الاحتياطي ملف مهم أمام الحوار الوطني اللي احنا محتاجينه، وإيه التشريعات اللي مطلوبة؟ ده هيكون محاور نقاشي مع ضيفي اللي هيشرفني النهاردة في الجزء الثاني من الحلقة، أستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. شجعوا ولادكوا على الرياضة. الرياضة حماية من مخاطر كتير. الرياضة حماية من مخاطر صحية وفكرية وعقلية. النهاردة السيد الرئيس استقبل اللاعبين والمدربين، وكان اللقاء الحقيقة لقاء ودي أبوي جميل معاهم. سيادة الرئيس، استقباله للاعبين وللمدربين، انت بتتكلم على اهتمام واضح من القيادة السياسية بفكرة بناء الإنسان، بناء الإنسان وصحته. لأنه كنت في الأول بقول لحضراتكم أنه شجعوا أولادكم على الرياضة، لأنه الرياضة والحركة والطاقة على طول بتخلي العقل طول الوقت يعني في حالة نشاط وفي حالة إيجابية. المرحلة اللي جاية هيكون فيها اهتمام بالرياضة، هيكون فيها اهتمام بالرياضيين. رياضة يا جماعة يعني طاقة، تغذية صحية وحياة سليمة. رياضة يعني حياة سليمة، ومعنى إنه إن أنت تفوز بميدالية أيا كانت. على فكرة أنا هنا مش بتكلم على الذهبية بس، تفوز بميدالية ذهبية، فضية، برونزية، انت في مرحلة متقدمة من الترتيب، فانت بترفع علم واسم مصر. العدد الرسمي طبقا للبيانات الرسمية تكلم لغاية دلوقتي انت بتقترب من 40,000 شهيد فلسطيني. ده العدد الرسمي. وانا لما بقول العدد الرسمي بتكلم على انه في تحت الانقاض في ارقام كتيرة ممكن تبقى خارج الاحصائيات الرسمية. عدو صهيوني، دولة مارقة بتواصل المجازر الغير إنسانية أمام العالم اللا إنساني في غزة وعلى الأراضي الفلسطينية. ريحة الدم بقت هي اللي بتسيطر على غزة. يبدو أنه المجتمع الدولي، وده أنا قلته زمان وكنت أخشى، أنه المجتمع الدولي يعتاد أرقام الشهداء ويعتاد أرقام المصابين. يبدو أنه بالفعل المجتمع الدولي اعتاد هذه الأرقام واعتاد الشهداء واعتاد أن تكون رائحة الدم هي رائحة المسيطرة على الأراضي الفلسطينية في غزة. لغاية إمتى هيفضل الوضع بهذه المأساة؟ خليني أرحب بدكتور أكرم بدر الدين. دكتور أكرم مساء الخير. اهلا مساء الخير يا فندم، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بك دكتور اكرام. دكتور اكرام، يبدو ان العالم اعتاد على رائحه الدم وعلى عدد الشهداء واعتاد على ما تقوم به هذه الدوله المارقه. يعني هو خلينا نقول ان الامر قد لا يكون اعتياد بقدر ما هو ازدواجيه المعايير. تمام. يعني لو تشوفي حضرتك في حالات أخرى العالم لا يتخذ هذا الموقف السلبي أو الموقف المتخاذل.
لو تشوفي حضرتك مثلا في الحرب الروسية الأوكرانية وما الذي يحدث فيه من مواقف دولية، مواقف قوى الكبرى. إذن الأمر هنا بيتعلق من وجهة نظري بازدواجية المعايير والمنطق المعكوس والكيل بمكيالين. كيل بمكيالين هنا في مصلحة من؟ الكيل بمكيالين في مصلحة إسرائيل بالتأكيد. والسبب في كده خلينا نقول أيضا أن إسرائيل ما كانت تستطيع القيام بما تقوم به من مجازر وأعمال إبادة واستخدام لجيش نظامي لأحدث الأسلحة ضد مدنيين عزل، ما كانت تستطيع أن تقوم بذلك كله لولا أنها تلقى تأييد من أطراف دولية مؤثرة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد. نعم. وده يمكن اللي بيفسر استمرارية إسرائيل في القيام بهذه المجازر وبهذه الوحشية ضد المدنيين. أنا عاوز أقول حتى إن الجرائم الإسرائيلية لم تقتصر على الفلسطينيين فقط المدنيين، وإنما طالت أيضا موظفين بيعملوا في منظمات وهيئات دولية. نعم. شفنا ما حدث بالنسبة للأونروا، وشفنا ما حدث بالنسبة للصحفيين. إذن الأمور في هذه الحالة، يعني إذا لم يتخذ العالم موقف محدد، وإحنا نتكلم دلوقتي عن أمور 9 أشهر، فترة زمنية طويلة 9 شهور في مجزرة يمكن غير مسبوقة في التاريخ الحديث ضد المدني. اللي أنا عايز أقوله هيك، إن العالم الآن واللي بنسميه المجتمع الدولي والمنظمة الدولية وقوتها على حفظ السلم والأمن في العالم أصبحت موضع تساؤل. يعني هي الأمم المتحدة قامت في الأصل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وده دور رئيسي لمجلس الأمن اللي عجز عن اتخاذ قرار ملزم حتى الآن، واللي استخدم حق الفيتو أو حق الاعتراض لتعطيل إصدار قرارات حتى كانت تتسم بالتوازن. وعندما نجح المجلس مؤخرا في اتخاذ قرار لمقترحات أمريكية لم ينفذ على الأرض، ودي ملحوظة الحقيقة بنشوفها في عديد من القرارات الدولية. وشوفي حضرتك محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، قد تتخذ القرارات ولكنها لا تنفذ. دكتور إكرام، دكتور إكرام، ما فيش أي أوراق ضغط من قبل المجتمع الدولي حاليا على هذا نتنياهو؟ بتتكلم على دعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بنتكلم من بايدن أو من ترامب، فيبدو أنه مسألة الانتخابات الأمريكية مش هتفرق كتير، ولا هتفرق مع مع نتنياهو؟ شوفي حضرتك، يعني احنا نتكلم دلوقتي في نقطتين، النقطة الأولى أوراق الضغط، والنقطة الثانية الموقف في الولايات المتحدة. إذا بدأنا بالموقف في الولايات المتحدة الأمريكية، فخلينا نقول إن أحد مرتكزات السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط هو أمن إسرائيل، وبالتالي لا يوجد تفاوت كبير بين الجمهوريين أو الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي أو بين المرشحين الرئاسيين، إنما الفرق قد يكون في التفاصيل أو شيء من هذا القبيل، إنما ما فيش، لما الجوهر واحد والدعم واحد، لا يوجد اختلاف على دعم إسرائيل. ده بالنسبة للولايات المتحدة وما يحدث في الداخل الأمريكي. النقطة الثانية، إيه هي أوراق الضغط؟ يعني أنا في تقديري أن المؤسسات الدولية عجزت عن اتخاذ قرار أو تنفيذ القرار الذي يتم اتخاذه، وبالتالي لو احنا عاوزين يحدث ضغط على إسرائيل يمكن أن يأتي هذا الضغط مش لازم من خلال مجلس الأمن، ومش لازم من خلال الجمعية العامة، لأن القرارات لا تنفذ، وإنما يأتي هذا الضغط من الدول فرادى، بمعنى إن كل دولة على حدة، وإحنا شفنا إن في تحرك في هذا الاتجاه. نعم مفهوم. إن في عدة دول أوروبية بدأت تعترف بالدولة الفلسطينية. إذا تحركت الدول فرادى كل دولة على حدة وتقوم بعملية مقاطعة لإسرائيل، مقاطعة دي قد تكون مقاطعة تجارية، مقاطعة اقتصادية، فرض عقوبات، مجرد الإشارة أو التعبير باتخاذ أي قرار. طيب تمام. فبالتالي يمكن أن تنجح الدول فرادى
فيما عجزت المنظمات الدولية ومؤسساتها عن اتخاذه بطريقة جماعية. طيب. إذن لابد أن يكون هناك نوع من الضغط على إسرائيل وهو ضغط متعدد الأشكال. كذيب من العدو الصهيوني من الدولة المارقة معروف، سواء بنتكلم على بشكل عام أو بنتكلم على دور مصر، إلى متى هذه الأكاذيب من الدولة المارقة على الدولة المصرية؟ طبعا هو فيه أكاذيب متعددة وإشاعات، ودي تكررت الحقيقة في الفترات السابقة. وشوفنا في فترة من الفترات إسرائيل تقول إن والله مصر هي اللي بتعوق إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. إنما معبر رفح كان مفتوح طوال الفترة وطوال 24 ساعة في اليوم، وكانت الإعاقة تأتي من الجانب الإسرائيلي. تقول إن والله إذا مصر بيتم تهريب السلاح من خلال الأنفاق. هي سلسلة من الإشاعات المغرضة، واللي الهدف منها صرف الأنظار عما ترتكبه إسرائيل من جرائم، والعمل يعني محاولة تحسين الصورة أمام المجتمع الدولي. إنما طبعا العالم كله عارف هذه الإشاعات، وعارف إن هذه الأخبار غير صحيحة، وعارف إنها دولة كذب طبعا. وشفنا إن في فترة من الفترات الأمين العام للأمم المتحدة كان موجود في المنطقة وزار معبر رفح. من الجانب المصري يعني. إذن كل دي إشاعات الحقيقة إنما لا تمثل أي مساس بالدور المصري. الدور المصري مقدر، ومنذ بداية الأزمة خلينا نقول وحتى خلينا نقول أيضا من سنة 1948 الدور المصري في القضية الفلسطينية دور أساسي، دور مهم. مساندة الأشقاء الفلسطينيين في الأحداث الأخيرة في غزة منذ 9 أشهر حتى الآن على محاور متعددة تحركت عليها مصر وتحركت عليها الدبلوماسية المصرية. هل هذه الأكاذيب وهذه الادعاءات من هذه الدولة المارقة العدو الصهيوني دكتور إكرام تجاه مصر تحديدا، حضرتك شايف أنه محاولة منهم لي يعني تحجيم الاهتمام المصري بالقضية؟ يعني هو طبعا قد تكون في أغراض مختلفة منها زي ما حضرتك بتقولي، ربما بتهدف إلى تحجيم الدور المصري أو تقليصه، إنما ده طبعا لن يحدث على أرض الواقع. منها محاولة أيضا لصرف الأنظار عما ترتكب السلطات الاحتلال من جرائم وضد المدنيين وضد المستشفيات وضد المدارس وضد مؤسسات دولية بتعمل في قطاع غزة. إذن كل دي محاولات من جانب إسرائيل أو من جانب سلطات الاحتلال لصرف الأنظار عما ترتكب. إضافة أيضا يعني أنا في رأيي أن قد تكون هناك رسائل موجهة للداخل الإسرائيلي نفسه، لأن في خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، في خلافات بين القيادات السياسية والقيادات العسكرية، استقالات من الحكومة. إذن كل ده هي محاولة لإرضاء الداخل الإسرائيلي، لإرضاء الداخل الإسرائيلي صرف الأنظار عن ما ترتكب. بشكرك شكرا جزيلا دكتور إكرام بدر الدين. بشرة الخير، قلت لحضراتكم يا رب كده الأستاذ محمود عبد الرحمن يسمعنا بشرة خير بالتفاصيل بقى اللي طلبت الثانوية العامة، لأنه الامتحانات انت بتتكلم في ايه؟ اشتكوا من الفيزياء، واشتكوا من العربي، اشتكوا من اللغة التانية. فاللغة العربية انت بتتكلم في مش كده بقول لكم بشرة خير، يعني اللغة العربية نسب النجاح وصل ل 96% وشوية. اللغة الأجنبية الثانية وصلت 97%، الفيزياء وصل ل 94%. خليني أرحب بالأستاذ محمود عبد الرحمن. محمود مساء الخير. يا أستاذ إزاي حضرتك؟ إزيك؟ طمنا وفرح. لا ألف مبروك الأول الطلبة وشاشة الحياة. ربنا يخليك يا رب من نجاح لنجاح يا رب. اللهم أمين. طمنا وطمن الأهالي والطلبة على تصحيح اللي حصل لغاية دلوقتي في بعض المواد في الثانوية العامة. النتيجه اللي طلعت بتاعت العينه النهارده ده الكلام اللي كنا كلنا بنحاول نوصله لاولادنا الطلاب والبعض اولياء الامور.
في فكره ان الطلاب تركز في الامتحان بس، والحق بتاعهم ان شاء الله باذن الله هيجي سواء الماده جت صعبه سواء كان في بعض النقاط فيها مشاكل، كل ده بيتحل مع اداره الامتحانات والاداره العامه للتصحيح. وده بالفعل اللي ظهر النهارده، وبالتحديد في امتحان في نتيجه نسبه الفيزياء، لان النتيجه اللي طالعه دي مش نتيجه نسبه عشوائيه، ده نتيجه الامتحان بشكل كامل. لا قول لي طلعت كام النتيجه الامتحان بشكل كامل؟ نسبة النجاح طلعت 94.2%. طب يا جماعة دي الفيزياء اللي كنتوا بتشتكوا منها، بتكلم نسبة نجاح 94 وشوية، هايل. حضرتك بقى من حاجة مهمة جدا، بوش. السنة اللي فاتت السنة اللي محدش اشتكى منها كانت 91%. يعني اللي اشتكوا نسبة فهمت. طب السنة اللي قبلها محدش اشتكى منها كانت 83.5%، وما كانش حد اشتكى. يعني احنا بنتكلم في زيادة 11% تقريبا. ايوه. طيب خدي بالك من جزئيه مهمه. أيه. الطلاب اللي حصلوا على الدرجه النهائيه في الفيزياء 11369 طالب. عندك السنه اللي فاتت كام؟ كانت 6000. 6000 يا جماعه كلام مهم. ما ده كلام مهم، فكره الشكوى. اصل احيانا الشكوى بتبقى معديه، انت عارف، يعني فكره انا بشتكي فاللي جنبي حل كويس، لكن ما يجراش حاجه انه يشتكي برضه، بس ده كلام مطبق. مش معديه بس يا استاذه، هي كمان بقت فكره ايه؟ فكره لو المدرس بتاع الدروس الخصوصيه عنده طلاب غلطوا في سؤال، فبيخليها راي عام ان السؤال ده جاي غلط. أيوة. ما يمنعش ان الفيزياء كان فيها 3 أجزاء غلط بالفعل. طبيعي. وده تم تصحيحه. نعم. الطلاب كلهم خدوا درجتهم. هم الاربع نقاط كل الطلاب خدوها الحمد لله رب العالمين. ايوه. بس هي الفكره في ايه؟ الفكرة ان الامتحان ده يا جماعة مش معمول عشان يتحل سهل. الامتحان ده معمول عشان خاطر يبقى فيه 30% ممتاز و40% متوسط و30% ضعيف. اي امتحان لازم يبقى فيه تركات يعني زي ما بنقول. امال هتخش ايه الفرق بين اللي هيخش طب وبين اللي مش هيخش طب؟ صحيح. كملي كملي بقية المواد يا محمود. خرج عندنا كمان اللغة الأجنبية الثانية، اللغة الأجنبية الثانية هنا عايز بس أقول لحضرتك احنا عندنا 5 مواد في اللغة الأجنبية الثانية. ايوه. اللي هي عندنا الفرنساوي والاسباني والايطالي والصيني والانجليزي. لغه اجنبيه ثانيه عند طلاب مدارس الفرنش. بعض المدارس، نعم. دي طلعها ب 97.8. دي لا دي عينه ولا النتيجه الكامله؟ كله النتائج دي كلها. ما انا عشان كده عايزك توضح. النتيجه النهائيه بتاعت اللغه الاجنبيه الثانيه هي 87.8. نتيجه النجاح. نتيجه النجاح. الله. عندنا كمان اللغة العربية 96.6. نتيجة التصحيح النهائي في العربي. في العربي. هنا مش بقول لكم اطمنوا واتبسطوا، اتفضل. هنا في كمان نقطة محمودة جدا حصلت السنة دي. قول يا محمود. وهي إن احنا نخرج نسب النجاح في وسط الامتحانات. دي أول مرة، دي كنت هقول لك عليها الملاحظة دي. اتفضلي يا فندم. المرة دي أول مرة ولا حصلت قبل كده وأنا ناسية ولا إيه؟ لا لا دي بشكل رسمي، دي أول مرة. أول مرة بشكل رسمي. أول مرة. نطلع نتائج المواد اللي خلص التصحيح بتاعها ولسه الامتحانات شغالة. صحيح، يعني عندنا علم علوم لسه ناقص له الأحياء. عندنا علم رياضة لسه ناقص له فرعين، عندنا الأدبي لسه ناقص له الفلسفة وكمان مادة غير الفلسفة. أيوه. فإحنا بنتكلم في فكرة إن رسالة الفيزياء دي فيها 1000 معنى. طبعًا. الرسالة الأولانية إن النتيجة ممتازة، وزي ما قلنا قبل كده إن يمكن إحنا تعرضنا لهجوم كبير جدًا وقت ما قلنا يا جماعة اطمنوا على نتيجة الفيزياء اللي خرجت، يعني مش عارف إيه. حصل. طب يا جماعة، طب الناس بقى يا أستاذة اللي هاجمت حضرتك وهاجمتنا وقالوا كلام ما يصحش، طب ما النتيجة طلعت أهي. أنت بتتكلمي في 4، دي أعلى نتيجة فيزياء حصلت في آخر 12 سنة. اخر 12 سنة. طبعا دي اعلى نتيجة فيزياء حصلت. وكانت الدنيا مقلوبة. بسبب الشك. مقلوبة. تمام. حضرتك اشتكيت، الوزارة اتدخلت، الجهات المعنية اتدخلت، الأربع أسئلة اللي حواليهم لغط اتشالوا، الطلاب خدوا الدرجة النهائية. هايل. طيب أنت لما يكون عندك العدد ده، إن عندك 11369 طالب حاصل على الدرجة النهائية في الفيزياء. بنسبة نجاح 94.2، حضرتك كنت بتشتمنا ليه طيب؟ بالظبط، لا ما تتكلمش على الشتيمة عشان احنا بنتشتم كتير. نتشتم كتير، يلا زي بعض. أيوه. فده بيقول، ده بيقول إن احنا النتيجة السنة دي هيبقى معدلها مرتفع، لأن نسب النجاح، وده احنا لازم احنا بنعرف المؤشرات منين؟ من تشريح النتيجة. أيوه. لما يكون عندنا هذا العدد، هذه النسبة في النجاح وهذا العدد في الدرجة النهائية، فده معناه إن المجاميع مش هتبقى أعلى من السنة اللي فاتت. أيوه. فده معناه إن شاء الله بإذن الله أولادنا هيجيبوا مجاميع أعلى من المتوقع اللي هم حتى متوقعينها. لا ده كمان فيها رسائل كتير يا محمود، أنت قلت بعدها. أنا بشوف إن دي فيها رسائل يعني نتعلم منها في اللي جاي إزاي نتعامل بهدوء أكتر مع الأمور. الحاجة التانية، الطلبة
بقيه المواد اللي هيكملوها هيكملوها وهم مبسوطين، يعني مش وهم زعلانين وقاعدين بعيطوا على اللي فات. لا، انا بتوقع الكم امتحان اللي فاضلين دول الطلبه كمان هيؤدوا بشكل افضل كتير، لان هم مرتاحين مطمنين ان هم عدوا في المواد دي. انت عارف يا استاذ عزه، لو ليا تعقيب، اكتر حاجه دايما بتعيق الطالب في الثانويه العامه في ان الطالب بيركز مع التصحيح، نعم، بيركز مع الاجابه. نعم حبيبي، امتحن وروح، انسى الماده. صحيح صحيح. طب انت دلوقتي لا قدر الله لو كنت بعد الفيزياء قصرت في ماده، ما هو برضه الفيزياء ممتازه اهي. ايوه ايوه، نطمن منك دايما على بقيه المواد اللي هتطلع اول باول علشان نقولها ونطمن الطلبه واولياء الامور. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود عبد الرحمن، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. بتكلم على العالمين، بتكلم على العالمين مش بس فقط مهرجان، لا، بتكلم على العالمين كمشروع استثماري سياحي. انت بقيت على الخريطة، على خريطة العالم. العالم عارف ان انت عندك حاجة اسمها العالمين، عندك ساحل شمالي، عندك عالمين، عندك حالة من التنمية كاملة حصلت في هذه المنطقة. ولما بتتكلم على سياحة واستثمار، ده ما ينفعش نفصله عن الأمن والاستقرار، لأنه استثمار بيجي لما بيبقى فيه استقرار، سياحة بتيجي لما بيبقى فيه أمن واستقرار. فدي قاعدة معروفة على مستوى العالم. وليه بقول ده؟ لأنه طول الوقت احنا محتاجين نحافظ على ده، وطول الوقت محتاجين نحس ونشوف ونتعامل بمنتهى الحرص على البلد دي، على الأمن اللي احنا عايشين فيه والاستقرار اللي احنا عايشين فيه. وانا والله ما اقصدش اضايقكم لما هفكركم بالأيام السوداء بتاعت الإخوان اللي كنا عايشينها، انا ما بقصدش اضايقكم، بس أنا دايما مؤمنة بفكرة أنت لازم تعرف قيمة اللي أنت فيه، لأن أنت دقت وجربت عكسه تماما، وأن أنت كمواطن مصري كان ليك دور في غاية الأهمية، وما زال دورك مهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار للبلد دي. ما هو ده حصل برضو بفضل المصريين. فلما بتكلم على الأيام السوداء، أيام الإخوان، لأنه لا كان في لا أمن ولا في استقرار ولا كان في أمان. حرق الكنايس كانت مسألة كارثية، سرقة محلات الذهب كانت مسألة كارثية. يا جماعة احنا كنا بنخاف نمشي في الشارع، جماعة وانتوا ماشيين وراجعين بيوتكم الساعة 2 بالليل و3 الصبح و4 الصبح، واحنا بنتعامل ال 24 ساعة في امان، ربنا يا رب يديمه علينا. افتكروا الايام دي عشان نعرف قيمة اللي احنا فيه ونحافظ عليه. الايام دي كانت ايام سودة، كانت خراب، وكانوا عايزينها فوضى طول الوقت. وعلى فكرة، فكرة الخراب وفكرة الفوضى مش شيء غريب عنهم، ده في أدبياتهم يا جماعة، هم اللي كاتبين ده بخط إيديهم. على فكرة والله أنا مش بفتري عليهم، هم اللي كاتبين ده بخط إيديهم في الكتب بتاعتهم وفي المذكرات بتاعتهم. اقروا خطوات على الطريق لسيد قطب، اقروا كتب المودودي، اقروا مذكرات عبد الرحمن السندي وغيره وغيره وغيره. هم كاتبين بإيديهم، كاتبين بإيديهم نخرب مصر ازاي، نضيع الشعب المصري ده ازاي، هم كاتبين بايديهم، انا مش بفتري عليهم. اقروا الكتب بتاعتهم، هتعرفوا ان دستورهم الخراب والفوضى للشعب المصري والمصر. فالحمد لله ربنا رحمنا منهم،
دايما انا بربط ما بين ده وده، ما اقصدش اضايقكم، بس اقصد ان احنا ما ينفعش ننسى، ما ينفعش ننسى عشان نعرف قيمه المجهود اللي بيحصل دلوقتي. خلينا نرجع العالمين بقى، عالمين وحلاوه العالمين بقى، والحياه والعيشه الحلوه اللي نفسي كلكم تعيشوها وكلكم تروحوا العالمين. تعالوا نشوف العالمين ايه اللي حصل فيها وايه اللي بيحصل فيها. انت بتتكلم على شاطئ، قال لك العالمين مش لكل المصريين، لا في شاطئ اتعمل للعالمين لكل المصريين، هيحكي لنا عنه عبد الرحمن الدروي من شاطئ المتحده. عبد الرحمن مساء الخير، قول لي انت فين واحكي لي عن الشاطئ. مساء الخير على حضرتك يا أستاذة عزة، وكل التحية والتقدير لمشاهدينا ومتابعينا من كل مكان علشان يشوفوا ويهتموا بكل فعاليات مهرجان العالمين من أول يوم وصولا ليوم 30 أغسطس من هذا العام. الحقيقة مهرجان العالمين ليه طلة مختلفة وليه وجهة مختلفة. الدورة الثانية على التوالي كان فيه اختلاف جذري في كل الفعاليات. أنا موجود حالياً، خليني يعني أتكلم بداية في الشاطئ اللي هو يطلق عليه الشاطئ العام، شاطئ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي لا يختلف تماماً في الشكل وفي النظافة وفي كل شيء عن أي شاطئ موجود داخل مدينة العالمين. وزي ما حضرتك شايفة أنا موجود حاليا ورايا عدد كبير جدا من المصريين زي ما حضرتك قلتي يقبلون على شاطئ الشركة المتحدة علشان يستمتعون بالأجواء الجميلة داخل مدينة العالمين. يمكن كمان اللي بيميز الشاطئ ده إن حضرتك على الجانب يعني على يميني مباشرة شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وعلى شمالي مباشرة الأبراج اللي بتتميز بيها مدينة العالمين. زي ما حضرتك قلت برضو اني هل حد كان يتخيل ان في يوم من الايام هنيجي ونشوف مدينة عالمية بنكهة مصرية ولينا كل الفخر والشرف ان المدينة دي اتكونت بايد مصرية. خلينا اقول لحضرتك على حاجة، ان مهرجان العالمين في الدورة الثانية على التوالي بيضم عدد كبير جدا من الفعاليات، من ضمنها الفعاليات الرياضية والفعاليات الفنية وايضا الفعاليات الثقافية، ومهرجان نبتة للاطفال اللي هو يعتبر المهرجان الجديد داخل مهرجان العالمين في دورته الثانية. طيب هتكلم عن المهرجان أو مهرجان الفعاليات الرياضية. زي ما حضرتك أو نؤكد على استمرار إطلاق الفعاليات الرياضية بشكل مستمر زي البادل والباسكت بول والسكاي موترز، وكمان بنضيف عليهم كرة القدم منهم، يعني هي مفتوحة الأبواب علشان أي حد يقدر يشارك ويلعب كرة القدم على شاطئ مدينة العالمين أو شاطئ البحر الأبيض المتوسط داخل مدينة العالمين داخل المنطقة الترفيهية. اللي كمان بيضيف أو اللي بيتم إضافته داخل المنطقة الترفيهية وهي الكيدز إيريا. الكيدز إيريا دي المفروض الدور الهادف أو اللي بتقوم بيه وهو جذب عدد كبير جدا من الأطفال علشان يلعبوا ويدخلوا عليهم روح البهجة والسعادة على قلوبهم. الحقيقة أنا شفت مشاهد كلها سعادة وبهجة على قلوب كل الزائرين، والمشهد ده لا يختلف تماما عن الدورة الأولى لمهرجان العالمين، وده إن دل فيدل على إن كان في نتائج إيجابية حققها مهرجان العالمين في الدورة الأولى، فبالتالي شفنا تأثيرات إيجابية وقبول عدد كبير جدا من الزائرين داخل هذه المدينة. نضيف على ده كمان إن المدينة دي مش مجرد مدينة العالمين كوجهة سياحية أو كمدينة ساحلية وهكذا، لا، المدينة دي قادرة بعد كل الإنجاز اللي احنا شايفينه ده قادرة ان هي تفتح الأبواب لاستقبال أكتر من 600 ألف فرصة عمل استثمارية داخل مدينة العالمين. إنجاز حقيقي، يعني إنجاز يعني حصل في فترة وجيزة وعلى ألسنة كل المواطنين أو على ألسنة كل الزائرين اللي سألناهم خلال الأيام الأولى من مهرجان العالمين، قالوا إن احنا بنفتخر ومبسوطين جدا إن احنا موجودين على أرض مصرية، أرض عالمية، مدينة عالمية وبنكهة مصرية، ونفتخر إنها بأيادي مصرية. طيب نضيف كمان من الفعاليات اللي موجودة تحت مظلة مهرجان العالمين، نحتفل بكل اللي حاصل في الساحل الشمالي يا عبد الرحمن، شفنا وهذا إيه المناظر الرائعة، وبشكرك يا عبد الرحمن تنقل لنا صورة واضحة وجاذبة ومشوقة، حاجة يعني حاجة تفرح وحاجة تشرف بالفعل. بشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن الحقوقي الأستاذ عصام شيحة. هنتكلم عن الحبس الاحتياطي، عايزين إيه يحصل في الحبس الاحتياطي في الفترة القادمة بعد الفاصل.
حقوقي الأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بنتكلم عن الحبس الاحتياطي. برحب بحضرتك معنا ومتشرفة بوجودك معي. أهلا وسهلا يا أستاذ، أهلا بيك. يبدو أنه فكرة الحوار الوطني هتخلينا نتكلم، أو فتحت بالفعل أستاذ عصام ملفات قد تكون شائكة أو كان يكون صعب أن احنا نتكلم فيها قبل كده. ما عرفش حضرتك مؤيد لكلامي ولا لا، ومن هذه الملفات فكرة الحبس الاحتياطي، شايف ده إزاي؟ خلينا نتفق على أنه الحوار الوطني كانت نافذة لكل المصريين أنه يعبروا عن ألمهم وعن مشاكلهم عن طموحاتهم. وكان من الأمور شديدة الأهمية هو أنه أغلبية من رجال القانون، أغلبية من السياسيين، من القوى السياسية، كانت مهتمة بقضية الحبس الاحتياطي. نعم. على اعتبار أنه القانون بيعرف الحبس الاحتياطي على أنه إجراء احترازي. إحنا في 2013 تعرضنا لهجوم غير مسبوق على الدولة المصرية. أيوه. في محيط إقليمي محترق، في عدد كبير خرج على القواعد القانونية. دفع المشرع المصري في هذا التوقيت في 2013 أن يعدل نص مادة في قانون الإجراءات الجنائية متعلقة بالحبس الاحتياطي. تمام. فزود مدد الحبس الاحتياطي وأطلق يد القضاء في بعض القضايا المتعلقة بالإرهاب، المتعلقة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الجرائم اللي بتمثل خطورة على المجتمع مدد فيها مدد الحبس الاحتياطي. تمام. الأمانة تقتضي أن أقولك أنه الممارسة الفعلية انعكست بشكل كبير على أنه الحبس الاحتياطي تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة. القاعدة الأصولية يا أستاذ عزة في الدنيا كلها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم. مجرد حبس المتهم وقت طويل على ذمة قضية لم تتوافر فيها أركانها أو الدلائل القاطعة أنه ارتكب الجريمة، يعني ضد قواعد العدالة والإنصاف. وإحنا في غنى عن ده. إحنا يعني ده مش أقصد إنه قد يكون جزء سلبي بالنسبة لنا وليس جزء إيجابي. من المؤكد عنه. من المؤكد إنه جزء سلبي في الداخل والخارج. أيوة. إحنا في الخارج بيتم توجيه انتقادات شديدة جدا للدولة المصرية في موضوع مدد الحبس الاحتياطي وعمليات التدوير وما إلى ذلك. نعم. والله في الداخل أنا لسه هقول لحضرتك، وفي الداخل أكتر، لأنه أهلية المتهم والمتهمين بيتأثروا بشكل كبير جداً الحبس الاحتياطي. نعم. وعشان كده كان موفق جداً الحوار الوطني في بيانه إلى الإشارة إلى ضرورة مناقشة مدد الحبس الاحتياطي. أيوة. برضو الأمانة تقتضي أن أقول لحضرتك أنه البرلمان كان سباق كمان. البرلمان. أيوة. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية شكلت لجنة فرعية. اللجنة الفرعية ديت من كل الجهات المعنية بمنظومة العدالة في مصر، بما فيها المجلس القومي لحقوق الإنسان. أي. واقترحوا بعض الاقتراحات بتقليل مدد الحبس الاحتياطي. أنا مش عايز أقول إن إحنا مش هنتكلم المدة، لا 6 شهور، لا نخليها 4 شهور، لا سنتين نخليها 18 سنة. إحنا محتاجين على أقل تقدير في هذه المرحلة إن إحنا نعود بالقانون إلى ما كان عليه قبل 2013. فكرنا بقى قبل 2013 كان بيتكلم إن المدة لا تزيد بأي حالة من الأحوال عن 18 شهر. 18 في شهر في الجرائم اللي بتعاقب الحكم فيها بالتأبيدة أو بالإعدام. تمام. لكن إحنا مع الوقت ومع الظروف أصبحت المدد بتتجاوز في بعض الأحيان مدة السنتين المنصوص عليها في القانون. إحنا أقل تقدير كنا بنطالب بيه العودة. نعم. البرلمان والحوار والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام وأهالي المحبسين بيقترحوا إن إحنا ننزل بمدد الحبس الاحتياطي من 18 من لا من من 6 شهور لأربع شهور ومن سنتين ل 18. لكن في القلب من ده بقى إحنا بنطالب ببدائل للحبس الاحتياطي. طيب يعني ايه بدائل يا استاذ؟ فكره بدائل يعني ما يبقاش في حبس احتياطي خالص. اشكرك. مش ده اللي تقصده؟ لا، ما فيش. الاول نتفق على انه ما فيش دوله ما فيهاش حبس احتياطي، لانه كل الجرائم. ده كان سؤال لحضرتك. لا دي كل مهم ان انت تقول لي. العالم كله في حبس احتياطي. في حبس احتياطي مؤكد. في حبس احتياطي. ما فيش. المدد يعني بتبقى من كام لكام؟ بتختلف المدد. في بعض الدول بتحدد المدد باليوم والساعه.
يعني طبقا للجريمة طبقا للجريمة طبعا تمام. طبقا للجريمة كمان بعض الدول المتقدمة بتحدد حتى مدد المحاكمة بمدة محددة، يعني ما اقدرش انا ابقى قاعد منتظر ان انا اتحاكم سنتين وثلاثة وبعدين اقعد في المحاكمة سنتين وثلاثة، ده ظلم. أيوة. وده يعني بيصطدم، ممكن اخد حكم واكمل او ممكن اخرج، بس بيصطدم بقواعد العدالة. فانا في الحالتين اتظلمت. ايوه خليني اقول لك الاول الفلسفة، المشرع المصري يعني بينتهج فلسفة جديدة وهي فلسفة منتشرة في أغلب دول العالم وهي الحد من العقوبات السالبة للحرية. يعني ما نملش قوي إن إحنا نحبس الناس، الأفضل إن إحنا نغرم، أو الأفضل إن إحنا نستخدمهم في الخدمة العامة. بدائل الحبس الاحتياطي اللي منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الحالي في نص المادة 201 منه بتتكلم على إنه يمكن إن المحبوس احتياطياً دوت يقضي المدة في بيته والمحكمة تقول ما يخرجش، أو تقضيها في المكان اللي هو مقيم فيه سواء كان في مدينة أو قرية وما يتحركش منها، أو اللي معروف لأغلب المصريين إن هو يدي تمام في الاسم التابع ليه صباحا ومساء أو مساء، فيبقى يبقى موجود ومسيطر عليه. ده كمان بيوفر نفقات ضخمة جدا على الدولة المصرية. بس بتقول إن العالم كله في حبس احتياطي. ما هو خلينا أقول، لكن هل عندهم فكرة البدائل ولا؟ طبعا طبعا طبعا. أغلب دول العالم فيها البدائل، ومش عايز أقول بس إنه عدد كبير من الدول العربية سبقانا في بدائل الحبس الاحتياطي. إحنا وإحنا بنتكلم في فلسفة كانت فلسفة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها الرئيس السيسي. نعم. هو الحد من العقوبات السالبة للحرية. صحيح. واللي بتكلم عليها أستاذ عزة بوضوح شديد. أيوة. الجرائم اللي مدتها لا تزيد عن سنتين يمكن فيها إن إحنا نوجد البدائل. طيب. لأنها معناها إنها جرائم. أيوة. بسيطة. نعم. وبالذات بقى الجرائم المتعلقة بالسب والقذف بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. اللي ولادنا كده في بعض الأحيان يعني بتاخدهم كده الشجاعة ويتوهم السخونة. أيوه. يتوهم إنه بينتقد، هو مش بينتقد، هو بيفتكر جريمة سب وقذف. نعم. فده كمان محتاج توعية مننا كحقوقيين، ومحتاج توعية من الإعلام، ومحتاج توعية من المسجد والكنيسة، إن احنا نوعي ولادنا إنه عملية السب والقذف والخطف الأعراق والحديث عن الحقيقة. والحديث عن الحض اللي عمل على الارهاب، يعني الناس ساعات او الحض على العنف، كل دي جرائم بيعاقب عليها القانون. ويتصوروا احنا كمان محتاجين في الحبس الاحتياطي كمان القصر الاطفال. مهم جدا ان احنا نفرق ما بينهم في عمليات الحبس الاحتياطي. احنا كمان عندنا ازمه كبيره في الخدمه العامه، يعني دار المسنين ما بنلاقيش حد يقوم برعايته. الأطفال الأيتام ما بلاقيش حد برعايته. لما يبقى عندنا ناس هنتم حبسهم احتياطيا وناخدهم نعمل بيهم الخدمة دي، أو نعاقبهم حتى بأن هم يقضوا المدة بتاعتهم اللي هو أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ده في العمل العام، في العمل العام. وحضرتك في العمل العام. طبعا. وحضرتك أيه. بتشوفي في أمريكا بيجيبوا ساعات فنانين كبار وبتاع وينظف الشارع وبتاع. صحيح. يعني نستطيع إن احنا نجد بدائل كثيرة ومتعددة. أغلب الدول دلوقتي عندها الأسورة. لسوريا ممكن نحمل الشخص اللي هو ايه، يعني ايه المتهم اللي لسه ما تعاقبش، ان هو يركب الاسوره بنفقه على حسابه الخاص. طيب. طالما عنده مخرج. خليني استاذن حضرتك استاذ عصام، هطلع فاصل قصير سريع ونفرق، نقول للناس وجهه نظر حضراتكم فيما يتعلق باللي على ذمه قضيه، ممكن نبقى محددين اكتر ممكن يتم التعامل معاه ازاي، واللي خد حكم ممكن يبقى يتم التعامل معاه ازاي. أشكر. ملف شائك الحقيقه، انا سعيده بانه الحوار الوطني فتح هذا الملف، فكره الحبس الاحتياطي. بعد الفاصل. فكرة طرح الحبس الاحتياطي انت بتتكلم في اتجاه واضح كده، يعني من خلال الرصد ومن خلال القراءة بتتكلم في اتجاه واضح متاخد بجدية يا استاذ عصام. في يعني في رغبة وفي إرادة سياسية لدى الدولة في هذه المرحلة. نعم. إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل عام. وفي القلب منه الحبس موضوع الاحتياطي. الحبس الاحتياطي. طيب. كنت قبل الفاصل بقول لأنه ما فيش دولة يا جماعة أو مفيش مجتمع مفيش جرائم، فلازم يبقى فيه حبس احتياطي، بس شكله إزاي يرضينا
قبل ما يرضي الخارج. كنت حضرتك قطعا واحدا لا توجد دولة في العالم بتطبق نظام قانوني ما فيهاش حبس احتياطي. تمام. احنا بنتكلم في الوقت الراهن كيفية التعامل مع الحبس الاحتياطي. في اتفاق عام على انه كل الجرائم اللي عقوبتها لا تزيد عن سنتين يبقى فيها بدائل للحبس الاحتياطي. اللي لا تزيد عن سنتين. ده معناها انها جرائم خفيفة. شبه اتفاق. ايوه. ومعناها ان اول ما النيابة العامة توجه الاتهام تبقى لنص المادة كذا ويتبين لينا أن العقوبة لا تزيد عن سنتين نستطيع أن احنا نستخدم بدائل الحبس الاحتياطي سواء من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو من قاضي الإحالة ويحسب من أول يوم بعد قرار مؤكد أنها بتحسب من أول بدائل من أول يوم. في قال ممكن يتمنع من السفر ممكن منعه من ارتياد أماكن معينة يعني بمعنى. لو هو كان بيحب السهرات أو عمل مشكلة في فندق من الفنادق او بتاع يعني يحظر عليه القاضي ان هو يروح يكتب اسمه على الاماكن العامه مثلا هو نفسه ولو خالف يتحبس كويس يعني الامر مش في فضفاضه واسع لا نعم. في بدائل اللي بيخالف البدائل دي هيبقى يعرض نفسه للحبس لكن كمان احنا نخفف عن الدوله لانه اماكن الاحتجاز مكتظه فلما ننقل بدائل الحبس الاحتياطي تقل من اماكن الاحتجاز اللي فيها عدد كبير تكلفه المحتجز ده تكلفه ماليه كبيره جدا على عاتق الدوله انت بتوفريه كمان بتخليه دايما هو في المجتمع فبيحتك باهله واصحابه يشعر بالحرج تدمجيه في المجتمع فتضمني انه ما يكررش العقوبه مره نقطة اخرى نقطه اصلاحيه في غايه الاهميه يعني فكرة إنه قرايبه تبقى شايفاه لابس الإسويرة ممنوع من السفر اسمه مكتوب ممنوع يدخل في كذا وكذا وكذا أنا بشوف إن دي فترات تأنيب ضمير ودلالة وعظة لغيره تعمل سياسة أشكرك بتعمل سياسة رضع أيوة سياسة رضع للآخرين لما يشوف واحد إنه محظور عليه إنه يروح مكان كان بيروح معاهم عشان عمل كذا كان بيروح يسهر معاهم طول الوقت مش قادر يروح او كان بيخرج بره المدينه اللي هو فيها مش قادر او لو العقوبه اشد مش هيخرج من بيته او انه هو يشوفه كل يوم وهو رايح القسم عشان يعني يدي تمام كل ده بيعمل سياسه ردع في المجتمع وفي نفس الوقت ما يعزلش المتهم عن المجتمع وفي نفس الوقت اذا طلع براءه يتعوض عن مده الحبس الاحتياطي تعوض ازاي بقى اقتراحاتك ايه من يعني التعويض معنوي تعويض مادي بتتكلموا يعني الحديث عن التعويض المادي عن الأضرار المادية والأدبية اللي أصابت المتهم من جراء حبسه على ذمة قضية تبين فيما بعد أنه حصل على البراءة بشرط أنه يحصل على البراءة لأنه في بعض الأحيان بتتم البراءة دي بناء على عدم كفاية الأدلة ده مش معناها أنه ياخد تعويض أو أنه النيابة العامة تجد أنه لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية ما يعني لكن اللي احنا بنتكلم فيه اللي لما يكون ياخد فعلا براءة يطلع فعلا بريء برضو مهم جدا أنه يبقى فيه رد الاعتبار هو أنه المحكمة هي بتحكم له بالتعويض وهذا التعويض بيبقى من الدولة وفي الغالب بيبقى من وزارة الداخلية تمام فده معناها ان هو بيدي احتياطات ان يتم القبض على الناس ما لم تكن هناك أدلة كافية ده كمان بيخلي النيابة العامة او قاضي التحقيق او قاضي الإحالة يبقى حذر في توجيه الاتهام او حبس المتهم يعني معناها انه بدائل الحبس الاحتياطي هتبقى ليها نتائج إيجابية كبيرة على المجتمع وعلينا إن احنا رد الاعتبار المعنوي لازم يتحط في الاعتبار ما هو مجرد الإفراج بس هو احنا كنا دايما المشكلة بتتكلم عن عائلة بتتكلم عن أسرة المشكلة في الإعلام إن في الإعلام لما بيوجه الاتهام بيبقى ضخم جدا وكبير جدا صحيح ولما المحكمة تحكم بالبراءة بيبقى أنا الخبر نازل صغير وفي كثير من الأحيان بيترك آثار لكن ده ما يمنعش من أدير أنه يلجأ للقضاء والقضاء يحكم له بالتعويض عن الآثار الأدبية والمادية اللي هو تأثر بها أثناء فترة الحكم بتاعه والله أنا بقترح برضو أستاذ عصام بعد إذن حضرتكم وإنتوا بتناقشوا ده يعني شوفوا مسألة رد الاعتبار تبقى إزاي هي ممكن تبقى مش كتيرة أو مش لناس كتيرة بس في نفس الوقت أنه يعني الخطأ وارد لكن في حالة ورود الخطأ يبقى الاعتذار واجب
حتى نعلم نفسنا والاجيال. والله انت طموحه، انت طموحه جدا يا عزة، وسابقه. طب ما انا وسابقه ما كنتش هحلم قبل ما تعمله ده. وسابقانا في هذا الامر، لكن خلينا اقول لك يعني من الجيد ان تقترح افكار واحلام ويبقى سقفنا عالي في المطالب اثناء الحوار، ربما نصل الى نتائج. طالما في مصلحه المجتمع ربما نصل الى نتائج ايجابيه. كل اللي بتقوليه النهارده انا اتصور ان ليه مردود. مجرد مناقشه قضيه الحبس الاحتياطي، انا مش عايز اقول لك الردود بتبقى شكلها ايه عندنا في المنظمه او من لقاء اهالي المتهمين على ذمه القضايا. لا يعني بيبقى فيه ايجابيه شديده جدا، وبيدركوا ان في اهتمام من الاعلام وفي اهتمام من الدوله بقضايا حاله وقضايا مؤثره في المجتمع وبتمس قطاع كبير من المجتمع في الوقت الراهن، لدرجه ان احنا بنحلم انه الحوار ياخد قرار بانه كل المحبوسين على ذمه قضايا ذات علاقه بالبعد السياسي يتم الافراج عنهم لحين محاكمتهم. فتعمل انفراجه في المجتمع المصري. تمام يعني. تقصد يخرجوا على ذمه القضايا، يخرجوا على ذمه القضايا على ذمه طول القضايا. ما هذا الملف مفتوح وبيناقش يخرجوا باي طريقه من الطرق لحد دي لحد ما تحدد جلسه ليهم ويتحاكموا امام قاضيهم الطبيعي في محاكمه علنيه. مفهوم. لغايه ما يطلع القانون بعد التعديل لحد ما يطلع يعمل انفراجه كبيره جدا. انا ادعم الفكر دي وبايدها. يا ريت حضرتك برضو يعني نستمر في ده، لانه اصلاح المجتمع محتاج حاجات كتيره قوي من كل الجهات الحقيقه. انا بشكر دورك واهتمامك الحقيقه، لانه ملف في غايه الاهميه، وده ملفك طول الوقت. أشكرك. حقيقه الاستاذ عصام شيحه اتشرفت بوجودك معايا النهارده وبعتذر لك على ضيق الوقت. اشكرك فندم، شكرا جزيلا. الحبس الاحتياطي، السلام المجتمعي، المجتمع ده يبقى نفسيا ومعنويا وكمان يبقى في عقاب، ملف كبير. والحبس الاحتياطي كان من الجمل والملفات الشائكة، كون ان احنا بنتكلم فيه في الاعلام، بنتكلم فيه في حوار وطني، فده معناه ان احنا واخدين الموضوع بشكل جد واحنا على الخطوات السليمة. ارجو الاسراع في هذا الملف ودعم الفكرة اللي طرحها الاستاذ عصام شيحة. بشكر حضراتكم، اشوفكم بكرة على خير، مع تحياتي عزة مصطفى، والى اللقاء.